مساء الخير. في زمن التقشف يستعد العراق لصرف رواتب تقاعدية لعمال مصريين، ورئيس هيئة التقاعد في القاهرة منذ السبت لمتابعة هذا الموضوع، لكن الحقيقة العراق فعلا في أزمة مالية إذا ما أخذنا تصريحات بعض المسؤولين والنواب بالاعتبار، ابتداء من تلويحات تقليص الرواتب إلى خلاف الموازنات مع كردستان، مرورا بأزمة التعيينات والدرجات الوظيفية. لكن الوزارات وعدت وتعهدت وعدم الإيفاء بالوعود يخلق فجوة مع الناس، لكن هذا لا يبرر أبدا إلقاء معاملات المتقدمين للتعيينات في حاويات النفايات. وإذا تكلمنا عن النفايات فإن أمانة بغداد تستعد لجباية جديدة باهظة عن خدمة جمع النفايات، رغم أن أهالي بغداد مستاؤون جدا من تلوث مياه الشرب في أنابيب الإسالة. هذه الأيام يزور القاهرة وفد عراقي من هيئة التقاعد العامة لإصدار هويات لمتقاعدين مصريين عملوا بالعراق في ثمانينات القرن الماضي. وقال وزير القوى العاملة المصري محمد صعفان أن الوفد العراقي يضم رئيس هيئة التقاعد الوطنية ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، والهدف إصدار هويات المستحقين للمعاشات التقاعدية. من العجيبات العراقية إصدار قرار بفصل أحد أعضاء مجلس محافظة بغداد من عضوية المجلس وبهذه الصيغة العنيفة، لكن بعد انتهاء الدور العمري التنفيذي للمجلس. يعني وين كان المجلس قبل 4 سنوات عن العضو عباس مهدي صالح الحمداني اللي أصدر رئيس مجلس محافظة بغداد أمر بفصله لأنه مشمول بإجراءات قانون المساءلة والعدالة بالرقم 10 لسنة 2008. وتصوروا القرار صادر من 2008 وإحنا الآن في نهاية 2018، يعني بالضبط القرار صادر الحمداني منذ 10 سنوات. بصراحة قرار المجلس بفصل الحمداني يدين المجلس، مجلس محافظة بغداد، والمساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات. نبدي من المفوضية اللي وافقت ابتداء على ترشيح شخص غير مستوفي الشروط انتخابات مجالس المحافظات، والمساءلة والعدالة اللي ما تابعت قراراتها طيلة فترة المسؤولية التنفيذية لمجلس بغداد وأمدها 4 سنوات، ويدين مجلس بغداد نفسه اللي رضى على نفسه أصدار قرار ولد أو صدر قرار ولد ميتا لا قيمة له من الناحية العملية، لأنه أصدر قرار بفصل عضو أنجز 4 سنوات في العمل بالمجلس. وأخيرا نسأل سؤال، هو مجلس بغداد، مجلس محافظة بغداد، شنو ذكر هسه خلال هذه الفترة وخلاه يصدر مثل هكذا قرار بفصل العضو عباس مهدي؟ وليش تغاضى عن هذا الإجراء لو كان صحيحا طيلة السنوات الماضية؟ الأغرب أنه عباس مهدي أساسا هو عضو بمجلس محافظة بغداد من الدورة السابقة، يعني صار له 8 سنوات عضو مجلس محافظة بغداد. إذن هذا الفصل لازم نسميه فصل بالتفاطين. التربية سينما ببلاش، ومعاملات التعيين تلقى في حاويات النفايات، واحتفالات لإنجاز تعتبر التربية خطير وبالحقيقة كلش فطير، ألا وهو مدارس الكرفانات والترميم بالتبرعات. وقبل ما نحكي لكم ليش التربية سينما ببلاش، لابد لنا أن نعبر عن حزن عميق وتضامن مع كل مواطن قدم معاملة تعيين لوزارة التربية وكان مصيرها حاويات النفايات. وأكيد غالبية المتقدمين للتعيين في المجال التربوي هم خريجين كذبت عليهم وزارة التربية واستغلت حاجتهم الماسة للعمل ووظفتها إعلامية لخدمة أغراضها الدعائية، وهاي النتيجة.
وإذا كانت وزارة التربية ما تعرف مدى خطورة هذا العمل بالتلاعب بمشاعر الناس، فإن إشاعة الأمل الكاذب من شأنها خلق حالة من الإحباط واليأس ما يتبعها إلا التوتر الشعبي والنقمة على الحكومة. يعني عمليا وزارة التربية عملت على هدم الثقة بين المواطن والحكومة من جهة أخرى. أنا أسأل، إيش قلتوا ربكم يا تربية الكرخ الأولى وأنتوا ترمون آمال؟ هي مو فايلات فقط، هي آمال وأحلام الخريجين البسيطة في النفايات بعد ما خدعتموهم وأنتم مو جادين أساساً بتعيينهم. خلينا نشوف هذا الفيديو المؤلم وكيف أن العراق الآن في هذه الفترة يبحث عن معاملات تعيينه في مهملات التربية. هاي الجماعة هنا قدموا فايلات من الصبح، لقوا الفايلات مشمورات. هاي الفايلات، شوف تفضل. هاي حالة، هاي وجبة جديدة حمد، هاي عالم ضحكوا عليهم تعيينات وما تعيينات، وهاي الفايلات هنا مشمرة. تفضل. كلمن هاي الناس، كلمن يدور فايلة. ومن جملة عجائب وزارة التربية احتفالها هذا الأسبوع بنقل عدد من الكرفانات إلى حي الدسيم في شرق بغداد لإنشاء مدارس جديدة، أو كما قالت الوزارة فك الاكتظاظ الحاصل في مدارسها. واللي ما يعرف الدسيم فهي منطقة واقعة قرب الشيشان البغدادية في مفترق دارفور العراقية قرب السدة بمدينة الصدر، وناس إذا أرادوا شرب الماء بادروا إلى الاستسقاء. هذا مو بالربع الخالي ولا بصحراء أفريقيا، نحن نتحدث عن منطقة في العاصمة العراقية بغداد، مدارسها تابعة لتربية الرصافة الثالثة التي لم تكن المبادرة الأولى لبدعة مدارس الكرفانات في مدارس بغداد، وهذيك مدارس حي العامل تشهد. المخجل أن وزارة التربية تحتفل بهذه الكرفانات وتعتبرها مفخرة، في حين الحالة مسخرة إنجاز التعبير. وهم يضحك وهم يبكي، لأن التربية ماشية على سالفة التعهدات هاي الأيام، وأطرف تعهد فرضت التربية على أولياء أمور الطلبة عدم اقتناء القرطاسية اللي تحوي براسها دمى مثيرة للخوف، مثلا رؤوس الوحوش أو جماجم القراصنة وغيرها. صدق هم يضحك، ليش؟ هو قلم الرصاص المرعب أكثر لو احتمال سقوط سطح المدرسة المتهالك على رؤوس الطلبة هو الأكثر رعبا. ولهذا فإن بعض إدارات المدارس أجبرت أولياء أمور الطلبة على توقيع تعهدات بعدم ملاحقة التربية والمدرسة قانونيا في حال سقوط سقف المدرسة على رؤوس الطلبة. أكو أكبر من هيك مهزلة؟ التربية الموقرة بهذا الصدد لقت حل، وبدت تخير أولياء الأمور بين ثلاثة، عندكم حل من ثلاثة، أما أولادكم يداومون ويوقع عليهم سقف المدرسة القديم ويموتون لا سامح الله، أو تتبرعون لإعمار المدرسة ضمن حملة مدرسة نبيتنا لجلد أولياء الأمور ابتزازا، أو أبنائكم يتركون الدراسة وانتم بكيفكم. يمكن ترك الدراسة كان الخيار الوحيد المتاح للكثير من الطلبة. ومع هذا احتفلت وزارة التربية قبل أيام بإنجاز إعمار ثلاث مدارس، اثنين ببغداد هي مدرسة الجزائر ومدرسة محمد مهدي الجواهري، وواحدة في بابل هي مدرسة العفة، وذلك من تبرعات أولياء الأمور ضمن مشروع مدرستنا بيتنا. شوفوا شلون اسم رقيق لتبرير الابتزاز الأنيق. وما زال الطلبة في كثير من مناطق العراق في مدارس الطين، رغم أن ما صرف لإنشاء المدارس بأربع سنوات لا يقل عن 5 مليارات دولار. وها نحن نقزم الحلم بمدرسة عصرية إلى أن أصبح الحلم كرفان ومدرسة الطين، وبعدين نجي نحتفل بهاي الكرفانات وبهاي مدارس الطين. خلينا نجي على موضوع التربية والسينما ببلاش. وليش قلنا ببلاش؟ لأن ببساطة التربية تريد تسوي سينما ببلاش. يعني وزارة التربية فنانة بالاختراعات اللي عجزت عنها هوليود وبوليود، وعلى عناد هتشكوك والعقات. لكن يا جماعة التربية رسالة، ما تقل أهمية عن فيلم الرسالة، والرسالة تتطلب من الإنسان يكون صادق مع نفسه أولا
والصدق كل الصدق يقول ماكو سينما ببلاش ولا سينما موبايل. أما وزارة التربية العراقية فقد أنجزت اختراع جديد خطير اسمه صناعة أفلام السينما بالموبايل. نشوف هذا الخبر اللي يقول: أقامت وزارة التربية في البصرة مهرجان سينما الموبايل تحت شعار ميزانية أقل وحرية أكبر، وخصص لعرض أطروحات طلبة قسم السينما في معهد الفنون الجميلة. لكن أفلام الطلبة السينمائية تم تصويرها بالموبايل، وهسه عرفنا ليش العراق البلد ما بي سينما. الطالب يدرس سينما 5 سنوات على الموبايل، في حين المفروض أنه أقسام السينما في معاهد الفنون الجميلة تدرس كل تقنيات هذه الصناعة العريقة على أصولها. ليش؟ لأن احنا نسعى ونريد جيل من المبدعين السينمائيين، من مخرجين ومنتجين ومحترفي التصوير والمونتاج. الطالب من يتخرج ايش راح يقول من يدور على فرصة عمل؟ علمني المعهد على السيلفي مثلا. والمعروف أن هنالك ميزانية مخصصة لإنتاج أطروحات الطلبة السينمائية، وين راحت؟ والمفروض أكو بالمعهد كاميرات سينما وأجهزة مونتاج، استوديوهات، متخصصين يشرفون على إنتاج أفلام الطلبة وأمور أخرى كثيرة، وين راحت؟ وين كل هذا؟ وكل هذا يدخل في صميم الاختصاص وليس الترف أبدا. وتوجهت التربية نحو المصطلح المشوه سينما الموبايل، بالتالي صار المهرجان في البصرة لا هو سينما ولا هو سناب. وبعد هذا نقول لكم يا وزارة التربية شكرا على قتل السينما. هل تتقلص الرواتب في موازنة 2019؟ حديث أكبر من عائدات البترول. امتيازات النواب، جدل قديم يتجدد بين القضاء والتشريع. لا يحق لأحد الحديث حول إنجاز الموازنة لعام 2019 حتى الآن، لأنها فعلا غير منجزة، لكن ما يرافقها حديث مثير للشارع مستفز للمشاعر. فمثلا ما يروج حول مساعي لتقليص الرواتب التي تربو على المليون دينار، من المقصود بها لو كان الخبر صحيحا؟ وأيضا الحديث عن توافقات بغدادية أربيلية لزيادة الحصة الكردستانية في الموازنة المضغوطة بالالتزامات الداخلية وضغوط الديون الدولية وقلق السوق النفطية. نحاور حول هذه الحزورة العراقية السيد الدكتور حازم هادي، خبير إعداد الموازنة الاتحادية من وزارة المالية، وسيكون معنا أيضا عبر الهاتف بعد قليل السيد حنين قدو، عضو اللجنة المالية النيابية. سيد حازم، أهلا بك. أهلا ومرحبا، شكرا لحضورك. أهلا وسهلا، نورتنا. الله بالخير. الله بالخير أستاذنا الكريم. دكتور حازم، وين الموازنة؟ وين صفت الموازنة؟ كمشروع قانون تم إنجازه في وزارة المالية ورفع إلى مجلس الوزراء لأغراض المناقشة، ومن ثم عرضه على اللجنة المالية البرلمانية. هذا اللي الوقت الحاضر، هذه السياقات المتبعة في إعداد مشروع قانون الموازنة. يعني الموازنة الآن عند مجلس النواب العراقي. نعم، أنجزت كامل التعديلات من قبل اللجنة الحكومية المشكلة ومن قبل وزارة المالية، ووافق عليها مجلس الوزراء. نعم، وعرضت على اللجنة اللجنة المالية البرلمانية. عرضت على اللجنة، شنو هي التعديلات اللي تمت على الموازنة دكتور حازم؟ والله تعديلات متعددة لغرض تنفيذ برنامج الحكومة، تهيئة ملتزمات تنفيذ البرنامج الحكومي. ممتاز. أهم تفاصيل، يعني أهم الفقرات المعدلة ضمن مشروع موازنة 2019؟ يعني تناولت الفوائد المترتبة على القروض، تعديلها، تعديل بعض الفقرات الأخرى التي تمس حياة المواطنين، وكانت في بدايتها هي حدود حوالي تقريبا زادت حوالي 4 تريليونات دينار. خلي افهم نقطه. الان الديون الواجبه السداد هي قيمتها بموازنه عام 2019 10 مو هيك مليار. نعم. دولار، مع مليار ونص تعويضات الكويت، المجموع 11 مليار ونص. نعم. مو هالشكل. نعم. سعر برميل النفط بقى 56 دولار للبرميل الواحد، اللي قدرته وزاره الماليه ب 56
دولار للبرميل الواحد. في مجلس النواب أكو فكرة بأنه يخفض إلى 50 دولار للبرميل. وين هاي الفكرة؟ انطرحت والدولة بين أعضاء مجلس اللجنة المالية في البرلمان. اللجنة المالية في البرلمان. البرلمان غير قادر. لا لا البرلمان غير قادر من الناحية القانونية على تخفيض سعر برميل النفط من 56 إلى 50 وبالتالي تقليل حجم الموازنة. هو قادر على فقط شيء واحد مناقلة من بين الأبواب. يقدر يجري المناقلة. لكن هو بالتأكيد راح يقدم هذا المقترح إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية لإعادة النظر. هو رغم اتفاق أوبك على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل ارتفعت الأسعار، لكن الآن خام برنت مثل ما تعرف جنابك 60 يعني النفط العراقي 53-54 بالتالي أقل من 56. ليش مجلس الوزراء الحكومة تنتظر ذهاب مجلس النواب إلى خفض سعر برميل النفط إلى 50 ورفع هذا المقترح إلى الحكومة؟ ما كانت الموازنة يمكن كان من الممكن تجرون هذا التعديل عليها. وزارة المالية ابتداء لما عدت مشروع قانون الموازنة السنوي ما كان هذا السعر اللي وصلنا إنه. تعرف أنت الموازنة تعاد تقريبا مشروعها بشهر الثامن. أقصد بعد إعادة الموازنة إلى الحكومة مؤخرا من أجل إجراء بعض التعديلات. لماذا لم يتم التعديل على سعر برميل النفط على اعتبار سعر برميل النفط الآن 53-54 للنفط العراقي والمثبت 56؟ المتداول في الوقت الحاضر أنه راح يتجه أوبك إلى تخفيض المنتج يعني التصدير للدول الأوبك والدول المنتجة الأخرى المتعاظمة معها. هذا إذا تعرف جنابك المتغيرات كثيرة على سعر البرميل، فالمتوقع أنه 56 اللي قدرته وزارة المالية هو تقدير عادل إلى هذا البرميل. الأوبك خفضت الانتاج ارتفعت الأسعار إلى 60، ما زال سعر برميل النفط العراقي 53-54 وما حد يقدر يجزم هل الأسعار في ارتفاع أم في انخفاض أم باقية على ما هي عليه. خلينا أسأل بطريقة أخرى، لو ذهب مجلس النواب وخفض سعر برميل النفط إلى 60 معنى ذلك أن حجم الموازنة سينخفض، هل ستوافق الحكومة على هذا المقترح النيابي إن جاء؟ هذا المقترح إذا ما أخذ يعني تشريعيا سوف يزيد العجز في الموازنة. العجز الآن المخطط أو الافتراضي هو 26 تريليون دينار. معنى إذا خفض يا أخفض حجم الموازنة يا يزداد العجز. راح يزداد العجز. يزداد العجز. هذا يبي مشاكل كثيرة يعني كيفية تغطية العجز. أما أكو وسائل عديدة لتغطية العجز، أما الفوائض أو القروض وغيرها، وهذا يكبد العراق يزيد المديونية. وهذا أسلوب غير صحيح. أنا أكو عندي الأهم المتعلق مباشرة بحياة المواطن والموظف والمتقاعد. ما يتعلق صار حكي عن استقطاعات من رواتب الموظفين من رواتب المتقاعدين، مثلا 3% استقطاع للي راتبه مليون واكثر، 5% استقطاع للي راتبه 2 مليون واكثر، 7% للي راتبه 3 مليون واكثر، و10% استقطاع للي راتبه 4 مليون واكثر. حصل شيء في هذه الموازنه المحوله مؤخرا الى مجلس النواب؟ لم يتضمن مشروع قانون الموازنه السنوي من هذه أي مقترح من هذه النسب. خلي أروح للسيد حنين قدو عضو اللجنة المالية النيابية. سيد حنين أهلا بك. مرحبا. يا هلا ومرحبا. على شنو اتفقت اللجنة المالية بخصوص بالتحديد ما يتعلق بالاستقطاعات؟ هل ستفرض الاستقطاعات على رواتب الموظفين والمتقاعدين مرة أخرى من جديد بنسب جديدة؟ قبل قليل أن ذكرت النسب نقلا عن أحد النواب، أحد أعضاء مجلس النواب تحدث عن هذه النسب 3% استقطاع اللي راتبه مليون دينار وأكثر وهكذا. أكو مداولات داخل اللجنة المالية النيابية على هذه الاستقطاعات؟ أكو اتفاق على هذه الاستقطاعات؟ لا توجد أي اتفاق ما بين أعضاء اللجنة المالية على استقطاعات معينة على رواتب الموظفين والمتقاعدين. ربما قد يكون اقتراح من قبل احد اعضاء مجلس النواب العراقي اعضاء اللجنه الماليه، لكن هذا الكلام غير دقيق وغير متفق عليه، ولا اعتقد سوف يكون هناك في الموازنه الجديده اي استقطاع بالنسبه
لرواتب الموظفين والمتقاعدين الذي تجاوز مليون دينار ولا حتى للدرجات الخاصة سماكو استقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين. أيضا صار حديث عن استقطاعات من رواتب الدرجات الخاصة، مدير عام، وكيل، وزير، نائب. لحد الآن لم حقيقة نحدد مبلغ الاستقطاعات على الرئاسات الثلاثة، لكن نحن في واقع الحال نفكر بموضوع اللي هو تقديم مقترح قانون التقاعد الموحد ليشمل هذا القانون كل الرئاسات الثلاثة وكل موظفي العراق على سلم واحد بدون تبييض. من غير المعقول أن يأخذ رئيس الجمهورية المتقاعد 50 مليون دينار وبينما الموظف البسيط يأخذ 500-600 ألف دينار، هذا غير مقبول. نحن حقيقة راتب رئيس الجمهورية التقاعد شقد؟ 50 مليون دينار سيد حنين؟ حوالي 50 مليون دينار. وراتب الوزير شقد سيد حنين التقاعدي؟ يعني راتب الوزير ما يقل عن 7 و8 أيضا مليون دينار. نحن لابد أن يكون هناك قواعد معينة فيما يتعلق بموضوع ترخيص الرواتب التقاعدية اللي هو عمر 50 سنة و خدمة أكثر من 15 سنة، ويجب أن يطبق على كل الرئاسات الثلاثة، وسواء إذا كان السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، وكل الشعب العراقي. هذا التفاوت في الرواتب غير مقبول نهائيا. قل لي سيد حنين، الاستقطاعات القديمة بالموازنات السابقة اللي تمت تمت أيضا من رواتب الدرجات الخاصة، مدير عام، وكيل، وزير، ورئيس الجمهورية، والرواتب القضائية أيضا تمت؟ كان الاستقطاعات حوالي 3% من رواتب كل الموظفين، وتم تخصيصها لتقديم المساعدات للأوائل المهجرة والنازحة. لا لا لا، من كل الموظفين، الكل يعني تم كل الموظفين. كل الموظفين حتى الدرجات الخاصة. انتم الان بورطه حقيقه. سعر برميل النفط المثبت في الموازنه 56 للبرميل الواحد، دولار للبرميل الواحد. النفط العراقي يباع الان 53-54، هاي الاسعار العالميه، على اعتبار انه خام برنت 60 دولار للبرميل الواحد. وين ذاهبين؟ حترفعون اقتراح الى الحكومه بخصوص تخفيض سعر برميل النفط الى 50 دولار للبرميل الواحد؟ وهنا ايضا امام خيارين، اما زياده العجز او تخفيض كامل لحجم الموازنه. هذا كلام سليم. الحقيقه ما اجتمعنا مع ورد الحكومي قبل اكثر من شهر فيما يتعلق بموضوع اجراء تعديلات على الفقرات الخاصه بالموازنه، اقترحنا ان نقلل العجز من خلال رفع سعر البرميل الى 60 دولار للبرميل الواحد، لكن تفاجئنا في اليوم التالي ان هناك اخفاض بموضوع اسعار النفط، والان حتى لم نتفق. هذا الامر متروك للحكومه العراقيه، ونحن لم في الواقع ناخذ اي لقاء او اجتماع مع الوفد الحكومي حتى يعني الآن. قضيه تثبيت سعر برميل النفط متروك للحكومه العراقيه. نعم، الموازنة بس الحكومه هنا الدكتور حازم ممثل عن وزاره الماليه، خبير اعداد الموازنه، يقول الموازنه الان عندكم، عند اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، فبالتالي أجريت التعديلات عليها من قبل الحكومة. اسمح لي جناني رئيس السن للجنة المالية، نحن اجتمعنا مرة واحدة مع الوفد الحكومي بحضور وزارة التخطيط ووزير المالية ومسؤولي الحكومة العراقية ووزارة النفط حول ما يتعلق بموضوع سعر النفط وقضايا أخرى. قدمنا مجموعة من الخاصة حوالي 47 اقتراح بإجراء تعديلات على بعض بنود الموازنة، وأخذتها الحكومة العراقية، ولحد الآن لم نستلم إجابات حقيقية من قبل الحكومة لدراسة التعديلات الجوهرية والتطلعات بما ينسجم مع منهاج الأمل الحكومي. إذن عملياً واقعياً الموازنة ما زالت عند الحكومة. نعم، لحد الآن الموازنة ما زالت عند الحكومة العراقية، وننتظر إجابات على المقترحات التي قدمناها. خليني أشكرك السيد حنين قدو، عضو اللجنة المالية النيابية، شكرا جزيلا، وسامحني الوقت ضيق، شكرا جزيلا. إذن الموازنة موجودة عند الحكومة. نعم هي ذهبت لكن أعيدت من أجل إجراء بعض التعديلات. مجلس النواب أعطى مقترحات، هذه المقترحات لم تتم الإجابة عليها حتى الآن. هذه التجاذبات اللي تحصل بين مجلس النواب يعني اللجنة المالية البرلمانية وبين الحكومة العراقية يعني مجلس الوزراء، تجاذبات يمكن أنه يتفقون على صيغة معينة، لأنه كل ما يجري التعديل
ويذهب إلى اللجنة المالية يعاد مرة أخرى. أكثر من مرة. إذن. أكثر من مرة. فهذه تجاذبات. إذن أنتم الآن معتبرين الموازنة موجودة في مجلس النواب مع اجتماعات قادمة للوصول إلى نقطة اتفاق بخصوص إجراء بعض التعديلات على بعض الفقرات. أكو 60,000 درجة وظيفية حذف واستحداث ما زالت موجودة؟ بالتأكيد كلها متوقع. فقرة تعيين عقود الكهرباء ما زالت موجودة؟ لا زالت موجودة وبها نص بالقانون مشروع قانون الموازنة. مجلس النواب بعض الأعضاء يسعون لإضافة من 40 ما بين 40 إلى 50,000 درجة وظيفية، تتحمل الموازنة إضافة درجات أخرى؟ هذه يا أستاذنا الكريم تقريبا الرواتب تعويضات الموظفين في الموازنة الجارية نسبتها حوالي 42%. أي زيادة أخرى تطرأ على أعداد الموظفين كمقترح معناته زيد الحجم، ومن زيد الحجم بالتالي غير ممكن من الصعوبة وربما مستحيل على إيجاد درجات وظيفية الموازنة والتضخم. دكتور حازم خلي أسألك آخر سؤال فيما يتعلق بحصة الإقليم. نعم. المفروض هي الحصة 12.8% حسب تعداد السكاني لكل محافظة. أخيرا خلال الساعات الماضية سمعنا عن اتفاق تم بين بغداد وأربيل من أجل رفع هذه الحصة إلى 14%. تأكد لي لو تنفي لي. أنت لو ترجع كيف جرى تحقيق يعني تثبيت النسبة 12.8 بالعشرة؟ هذه في موازنة 2004 تم تحديدها. في موازنة 2005 الإقليم اعترض على هذه النسبة وطلب زيادتها، والمبرر اللي كان في وقته بأنه هو يتولى عملية تموين ينفاق على بعض المناطق المتنازع عليها مثل خانقين، طوس غرماتو، مخمور، سنجار، سهل نينوى. هذه اللي كانت 12.6 بالعشرة هي لثلاث محافظات، 8 بالعشرة هذه ثلاث محافظات، في حين أن الإنفاق توسع على هذه الجهة على جهات متعددة، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بهذه النسبة. في سنة في موازنة 2005 أصبحت 17. الآن أنا وقت ما عندي، أعذرني أرجو أن تسامحني. الآن هل فعلا رفعت إلى 14%؟ والله المعلومات هي لا تطرح بهذا الشكل، لكن أنتم يمكم الموازنة بخصوص التعديلات، تم التعديلات ورفعت النسبة إلى 14% أم لم ترفع؟ أستاذنا الكريم أنا مستشار مالي متطوع ما يخالف في وزارة المالية، أنا أعرف هذه المتغيرات اللي تجري، مطلع على ما يجري، على الأقل يستشيروك حضرتك مستشار اللي تجري يعني بشكل بنقول يعني بين الجماعات معينة أو بين أفراد متعينة، ما يمكن أن يتوسع لربما فعلا رفعت أو أكو احتمالية أن ترفع إلى 14%. ما تريد تنفي؟ هو توافقات سياسية. واضح واضح. خلينا شكرك دكتور حازم هادي خبير أعداد الموازنة الاتحادية عن وزارة المالية العراقية. شكرا لحضورك. يا مرحبا. يا أهلا مرحبا. الله يخليك. وما زالت قضية قانون امتيازات النواب عقدة مثيرة للجدل حتى بعد أن أعلن رئيس البرلمان أمام المحكمة الاتحادية التنازل عن فقرة الراتب التقاعدي، والإشكال في أن الأخير لا يحق له التشريع في زمان ومكان المساءلة بحضوره بصفته المعنوية مترافعا مسؤولا لا مشرعا مكفولا، فالتشريع تحت قبة البرلمان لا في قاعة المحكمة الاتحادية. وبين هذا وذاك، هل ستلغى امتيازات النواب أم ستبقى على حالها؟ نناقش هذا الملف مع الخبير القانوني السيد طارق حرب معنا هنا في الاستوديو. سيد طارق أهلا بك. يا هلا مرحبا. شكرا لحضورك. يا هلا مرحبا. الله بالخير. الله بالخير. مرحبا. قانون مجلس النواب بامتيازاته وبالفقرة الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب أوقف من قبل المحكمة الاتحادية. كشفنا هذا الموضوع من نانة تذكر حضرتك أي على اعتبار مرر بدون أن يعلم به أحد إلى حين نشره في جريدة الوقائع. بناء على طعون قدمت من قبل الحكومة الماضية تم إيقاف القانون من قبل المحكمة الاتحادية. الآن مجلس النواب رئيس المجلس يتنازل عن الفقرة الخاصة بتقاعد النواب. مطلع حضرتك على المعلومات.
أنا أسأل، هل القانون تم إيقافه بشكل كامل؟ هل تم إيقاف فقط هذه الفقرة المعنية بالرواتب التقاعدية؟ هل تم إيقاف القانون بشكل كامل بسبب هذه الفقرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرك اولا وشكر المشاهدين الكرماء. بالمناسبه الحمد لله ترى مو قبل اربع، صار له 5 سنين ونص، يعني القضيه مو جديده. هذا اي حمد عضو مجلس محافظه بغداد، وين خمس سنين ونص احنا قلنا وين شهر؟ نعم مو 4 سنين وين شهر؟ لا لكن 5 سنين ونص. 4 سنين هاي الدوره، هو عضو مجلس محافظه بغداد من الدوره السابقه، هاي الدوره 5 سنين ونص، صار له 5 سنين ونص من شهر السادس 2017 حضرتك ادق. شوف وثم ما ينزل ما يطلع قرار، الاصل تصويت، ما فيش اسمه قرار، مو قرار من رئيس مجلس محافظة بغداد. الأصول أن تصويت يعرضها على أصل السؤال، أين كان مجلس محافظة بغداد ورئيس مجلس محافظة بغداد والمساءلة والعدالة من متابعة قرارات؟ دعنا بهذا الأمر. والمفوضية إعطاء حق أن لشخص يشارك بالانتخابات وهو مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، بالتالي عندنا خلل بالقرارات وبتنفيذها وبمتابعتها. إن غادر هذا الملف نبقى في ملفنا. وكما هو معلوم لحضرتك، قانون 13/2018 اللي صدر واللي كان محل مناقشة، محل محاورة، جنابك دعتنا إليه في وقت سابق. الذي حصل أن قبل 5 أيام كانت هناك جلسة للمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعون المقدمة من قبل الحكومة ضد هذا القانون. الحكومة طعنت بمواد كثيرة، مواد ليس فقرة الرواتب التقاعدية فقط، عدة فقرات. هو ما طعنوا بالرواتب التقاعدية نهائيا، طعنوا باستثناء النواب من الشروط الخاصة، يعني رواتبهم بقت حتى مع الطعن الحاصل. الطعن الحاصل جنابك، الراتب شلون يحتسب؟ يحتسب راتب الخدمة أساس للراتب التقاعدي. راتب الخدمة 8 ملايين يطلع راتبك كبير، راتب الخدمة جندي 400 ألف يطلع راتب قليل. الطعن حصل أنه القانون يقرر امتياز الحصول على الراتب التقاعدي بصرف النظر عن مدة 15 سنة. كل متقاعدين زيادة سنوات الخدمة النائب إلى 15 سنة حكما وإن كانت أقل من ذلك، منح نصف الحقوق التقاعدية لمن لم يبلغ من النواب 50 سنة. أخ هذا الثنين إنه يعني الراتب التقاعدي قبل يستمر وهسه يستمر وليس محل طعن، وإنما محل الطعن هو لماذا النائب ممكن أن نعطيه راتب تقاعدي حتى لو خدمته شهر، لأن من أقل من 15 سنة. يعني الأستاذ الجامعي، الجندي، الشرطي، الموظف، المدير العام بالمحافظة بالوزارة نشترط 15 سنة خدمة، حتى الجندي هذا المرور الباب دائرتكم هنا 15 سنة. القانون اللي عد من مجلس النواب استثنى من هذا الشرط، يعني يجوز الطعن في هذا الاستثناء. طعن بعد ثاني آخر بالتقاعد. لو اسمح لي، يلا تفضل. كل المتقاعدين اللي ذكرناهم، كل متقاعدي الدولة موجب القانون 9/2014 يشترط عمره 50 سنة. موجب القانون الجديد بالنسبة للنائب قبل 50 سنة يستحق نصف راتب الحقوق خلافا لما مقرر. الطعن جاء من قبل الحكومة السابقة، المحكمة الاتحادية ذهبت وأوقفت القانون. الآن مجلس النواب يذهب رئيس البرلمان ويتنازل عن هذه الفقرات الاستثناءات، ماذا يعني هذا التنازل من الناحية القانونية؟ ما لقيمة. الأصل أن يجمع مجلس النواب يعيد مشروع قانوني ويلغي. الأصل تعديل تشريع داخل قبة البرلمان بتعديل القانون الحالي بإلغاء هذه الاستثناءات وامتيازين بالتقاعد غير ممنوحين. إذن شنو هاي الجلسة صارت بالمحكمة الاتحادية والتنازل عن هذا عن هذه الاستثناءات؟ نظرت بمواد كثيرة. طبيعي أنها الحالة الوحيدة التي حصلت في تاريخ العراق أن رئيس السلطة التشريعية يحضر مرافعة، لا مانع من أن يمر على المحكمة يسلم يقعد أو شيء من القبيل، جيد جدا. صحيح أنه طلب بالدعوة لأن دعوة قيمت على وضع، لكن لم يحصل سابقا جنابك أن رئيس السلطة يجي يقعد أثناء المرافعة. هذا الأساس. الأمر الثاني أكو امتيازات أخرى ضخمة خطيرة. قبل ما أحكي عن الامتيازات الأخرى خلينا في هذه الامتيازات. الآن هذا التنازل عن هذه الفقرات المتعلقة بالاستثناءات وبالحقوق التقاعدية غير ليس لها قيمة قانونية، بدليل أن المحكمة قد ما تقبل التنازل، قد ترى أنه شيء دستوري وقرره، وقد جاء قرار المحكمة لحد الآن أمرت بإيقاف العمل به. والعمل الصحيح الذهاب إلى مجلس النواب مصدر تشريع رأسا، وهذه
يعدل التشريع السابق. الحكم الخاص بمنح النواب امتياز يتمثل باستحقاق الراتب التقاعدي عند قانون 15 سنة ونص الراتب من أقل من 50 سنة ويعامل النائب. ما لنا علاقة براتبه كبير. هو النائب الآن ما عدا هذا القانون وفقرات هذا القانون المخالفة للدستور الموقف من قبل المحكمة الاتحادية. نعم. الآن النائب عضو مجلس النواب العراقي شلون ده يستلم راتب تقاعدي وفق أي قانون؟ قانون التقاعد الموحد؟ نعم. بس شنو جنابك يزيد راتبه؟ لأن كل ما يكون راتب الخدمة عالي كل ما يكون الراتب التقاعدي عالي. هاي أمر طبيعي. كل دوائر الدولة مدير عام يفرق راتبه عن موظف بالدرجة الخامسة أو الرابعة أو الثالثة. الوزير يفرق راتبه المكمل خدمة. لكن الأصل سؤالي إنه الاستلام الراتب التقاعدي على أساس قانون التقاعد الموحد ويبقى الحال على ما هو عليه المفترض. 50 سنة و 15 الأقل. شلون اللي خدم 4 سنين لكن ما عنده خدمة نكمل 15 بأي دائرة من دوائر الدولة الباب مفتوح أو عنده خدمة سابقة حضرتك أضيفها للخدمة اللاحقة موجب قانون هذا لا الأخطر بهذا القانون يا سيدي الكريم مو مسألة هاي الأخطر أنه منح الشخصية القانونية للنائب للدخول في أمام الهيئات القضائية كافة يعني قبل جنابك من تصير دعوة بين دائرة حكومية يعني عقد معين ما اريد نجيب اسمه يعني بالمليارات الدولارات نظرت امام المحاكم اجى النائب دخل شنو بصفته شنو يدخل دخل بصفته نائب قال كنائب اوثل 100,000 زين المحكمه ردت النائب قالت انت ما عندك صفه قانونيه للدخول زي. لان منازع عن بين من بين جنابك بين الحكومه وشخص شركه معينه شوف لا هاي مسألة أنت الآن بموجب التعديل الجديد بحق بإمكان التدخل. نعم بحق التدخل شي يسوي يعني كما يشاء كما يشاء ما قال فلان شيء ولا قال بجانب الدولة هم يعني يجي يقعد أثناء المرافعة نعم ويقعد يصير طرف خصم نعم ويحق له بكيف يريد يصير ويا فلان ويا فلان وصلت الفكرة شنو هي شوف لا حضرتك فيصير ويا فلان من حقه ويصير ويا فلان وطبيعة القانون الجديد بتاع شنو هو يقدر المصلحة العامة حضرتك شنو هذا لتوسيع طريق السرقات هو لتوسيع خط السرقات اعتيادي لأن ولا شخصية أنا عقد ويا الدولة قائمة أنا كشركة تمام لا خصومة أنا وياه ذكرني باقي امتيازات القانون إذا تذكرها يعني مثل الامتياز الأول حضرتك أنه يتمتعون هسه ما حصل جنابك ماكو انتخابات البصرة وانتخابات بغداد الإرباك اللي حصل عندنا بناء على هذا القانون لأن هذا القانون إجي قال يتمتع النائب بالحقوق والامتيازات حال مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج الانتخابية اتمتعوا عطوان العطواني وأسعد العيداني بالامتيازات أقام مجلس المحافظة قال طالما تمتع بالامتيازات إذن هو صار نائب لا يشترط بترديد اليمين الدستورية لذلك جنابك اتخذوا وإلا لو كانت قبل ما يقدرون يتحركون لأن قبل محددة هاي كلها مطعون بها هاي الفقرة كل نعم أغلبها أتفاجأ قبل قليل أنه الراتب التقاعدي لرئيس الجمهورية 50 مليون دينار صح. عراقي تمام. والراتب التقاعدي تمام. للوزير 8 مليون تمام. دينار عراقي تمام. هاي أيضا حسب قانون التقاعد الموحد عضو مجلس النواب يعامل معاملة الوزير يعني راتبه 7 أو 8 مليون دينار عراقي 8 مليون نعم زين شلون إذا الآن عضو مجلس النواب دي يستلم هو 7 نعم راتبه 7 نعم فبالتالي من يستلم راتب تقاعدي المفروض أقل من 7 مو تعرف حضرتك تضاف إلى الراتب التقاعدي أمور أخرى مثل الشهادة مثل فلان شيء ما يخاف ومن قال أن 7 8 لا ما كنا لا الآن 7 رواتبه لا نهائيا لا تشوف البورد حضرتك الطرف الآخر هاي شيء وتخصيصات أخرى ما كنا يتقاضى أقل من 13 أو 14 خليني بمنصب رئيس الجمهورية التقاعد الراتب التقاعدي نعم لرئيس الجمهورية نعم 50 مليون دينار نعم حسب قانون التقاعد الموحد نعم ليش ما قانون التقاعد ما يتكلم عن الراتب يتكلم يقول على راتب خدمة وأسوي معادلة قد الآن هو راتب لأن هو براتب الخدمة جنابك يأخذ مبلغ عالي قد أكثر من 50 مليون 70 مليون راتب رئيس الجمهورية نعم لذلك جنابك طالما راتب خدمة عالي تطلع النتيجة بالتقاعد راتب عالي خليني أشكرك سيد طارق الخبير القانوني شكرا لحضورك نورتنا شكرا جزيلا شكرا أستاذ الأموال منهوبة والنزاهة تستغيث بالمخابرات
تطلع دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة بواجب استرداد الأموال المنهوبة، وفضلا عن مباشرة الدائرة فعاليات المشاركة في التحقيقات الجارية حاليا وميدانيا في عدد من المحافظات، وقعت هيئة النزاهة وجهاز المخابرات الوطني اتفاق تعاون لتبادل المعلومات واسترداد الأموال وتسليم المطلوبين من خارج العراق وفق المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد. حول هذا الملف معنا السيد محمد علي اللامي مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عبر الهاتف. سيد محمد أهلا بك. أهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. والمشاهدين الكرام. شكرا جزيلا. قبل أيام وقعت اتفاق مع جهاز المخابرات من أجل تبادل المعلومات، من أجل استرداد الأموال وتسليم المطلوبين. أنا أشوف هذا التعاون متأخر، مو هالشكل سيد محمد. كان المفروض قبل سنوات مثل هيجي اتفاقات ومثل هكذا تعاون، وكل دوائر ومؤسسات الدولة في استنفار كامل من أجل استرداد الأموال واستلام المطلوبين، مو هالشكل؟ نعم أكيد، هو التنسيق والتعاون موجود بين مؤسسات الدولة العراقية كافة. نعم، لكن هذا هو تأكيد على هذا التعاون وسرعة تبادل المعلومات بعيدا عن كتابنا وكتابكم والبيروقراطية الموجودة في دوائر الدولة لسرعة الوصول إلى المطلوبين للعراق واستردادهم واسترداد الأموال. كذلك تم توقيع تعاون مشترك بين جهاز المخابرات وهيئة النزاهة بهذا. ممتاز. أكيد ممتاز. التعاون موجود. مثل هكذا تعاون ومثل هكذا فعاليات وخطوات بالتأكيد تريحنا ونفرح لها. وهنا أنا أسأل. نعم. كم حجم الأموال المرصودة من قبل هيئة النزاهة والمهربة إلى خارج العراق؟ وكم عدد المطلوبين للقضاء العراقي ولهيئة النزاهة الموجودين في خارج العراق؟ نعم، فيما يخص الأموال التي تسعى هيئة النزاهة، حقيقة الإجابة على سؤالك يوجد الإجابة شقين. الشق الأول الأموال التي تسعى هيئة النزاهة دائرة الاسترداد لاستردادها، الأموال المحكوم باستردادها بالدينار العراقي هي 770 مليار و479 مليون و639 دينار عراقي، بالدولار هي مليار و320 مليون و701 ألف. هذه الأموال التي صدرت. عفوا عيد للأرقام سيد محمد، أتصور كان عندك خطأ بين الرقمين بين العراق والدولار، عيد لي إياها من فضلك إذا تسمح. العراقي نعم بالدينار العراقي هي 770 مليار زين و469 مليون زين و639 ألف. نعم، هذا بالدينار العراقي. نعم. أما بالدولار فهي مليار. مليار. و320 مليون و701 ألف. هذا بالدولار. يعني هسه أي شخص يسمع أنه دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة تسعى إلى استرداد مليار دولار وكسر، يقول لك بس هذا حجم. نعم. الفساد عندنا. مليارات هربت إلى خارج العراق، ليش بس هذا المليار؟ هذا المليار وكسر بناء على شنو؟ وباقي المليارات اللي هربت وتم نهبها؟ نعم، هذه قرارات قضائية صادرة من المحاكم العراقية المختصة بناء على دعاوى وعرضت على القرار القضاء العراقي وصدرت. نعم، توجد قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء. هاي الأموال وين موجودة؟ هاي 770 مليار دينار عراقي وين موجودة؟ بأي دول؟ بأي مصارف؟ هذه الأموال إذا تسمح لي، هذه الأرقام اللي ذكرت لك حقيقة كدائرة الاسترداد توجد فيها مديريتين، مديرية استرداد أموال ومديرية استرداد المتهمين المطلوبين. بعد صدور قرار على المدان المطلوب للعراق، طبعا أغلبها هي قرارات قضائية غيابية. نعم. لأن لو كان موجود هو قرار وجاهي، لكن إدارة الاسترداد هي تسعى لاسترداد المدانين والأموال الذين هربوا خارج العراق. بعد صدور القرار الجنائي سواء كان من محكمة الجنايات أو من محكمة الجناح ويأتي القرار إلى دارة الاسترداد، تسعى دارة الاسترداد إلى تنظيم ملفين. الملف الأول
هو ملف استرداد المطلوب المدان وملف استرداد الأموال المهربة. أنا أطمح تنورنا حضرتك في الحلقات القادمة للبرنامج حتى نتناقش عن هذه التفاصيل التنفيذية والفنية لعملكم، لكن طالما اتصال هاتفي الوقت ضيق أرجو إجابات محددة بخصوص الأموال، وين موجودة، بأي مصارف عندكم علم بأي مصارف موجودة، شلون جاي تهرب، وين جاي تروح؟ أنا كما وضحت في بداية حديثي توجد شقين، الشق الأول هو هذه الأموال التي تسعى كهيئة نزاهة بعد 2003، هذه الأموال متعلقة بالأشخاص أي ما وجدوا، هذه الأموال عدة أشخاص هربوا إلى خارج العراق صدرت قرارات. كم عدد المطلوبين للقضاء؟ كم عدد المطلوبين للقضاء عدد اللي المطلوبين للهيئة، عدد المطلوبين الموجودين خارج العراق 153 شخص. نعم 153 شخص موزعين إلى دول عديدة في الخارج. أنا أريدك تأكد لي أو تنفي لي هذا سر يعني بالنسبة للشعب للشارع العراقي، لكن هو مو سر على الأقل لربما للقضاء ولهيئة النزاهة. يقول لك أكو دولة اسمها لختنشتاين 160 كيلومتر مربع بين النمسا وسويسرا، هاي كلها ب 30,000 نسمة بيها، هاي بنكها المركزي مسجل ب 180,000 شركة. يقول لك مؤخرا خلال السنوات القليلة الماضية كل الأموال العراقية المسروقة المهربة إلى خارج العراق تذهب إلى هذه الدولة، هذه الدولة اقتصادها معتمد على الأموال اللي تجيها، خلينا نقول الأموال السوداء الأموال المسروقة، وهي لا تراقب أمريكيا وأوروبيا. هذا الكلام دقيق؟ ما مدى دقة هذه المعلومات؟ حقيقة كدارة الاسترداد من خلال المركز الإعلامي في الهيئة تلقينا هذا الخبر وتم رصده، والآن في وضع التحري عن تلك المعلومة غير دقيقة، حقيقة لا زالت غير دقيقة لدينا في هيئة النزاهة، لكن الآن نسعى إلى التحري والتأكد من تلك المعلومة. احنا نفرح من نسمع اكو استرداد لمطلوب لسارق سرق فلوس العراقيين وهرب خارج العراق وتم استرداده، لكن نحزن نحزن من يجي هذا السارق يدفع الأموال اللي عليه حسب قانون العفو العام 27 لسنة 2016، وربما إذا ما يدفعها أيضا يشمل بهذا القانون ويسدد أقساط، وإذا مات عائلته وورثته هم يسددون الأقساط بعد إلغاء قانون 120 لسنة 1994، ذاك لا يقول لك يبقى بالسجن إلى حين تسديد ما بذمته. هذا الكلام دقيق مو هالشكل؟ هذا قرار حقيقي صدر قرار قانون هذا قانون، وعليه أسأل بخصوص وعليه أسأل بخصوص وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، وين وصلت قضيته؟ متى سيتم الإفراج عنه إذا سدد بشكل مباشر أو بالتقسيط المريح؟ عبد الفلاح السوداني مثير بالإعلام حقيقة، هو تم إلقاء القبر عليه في لبنان بناء على الملفات التي تم تضمينها من دارة الاسترداد في هيئة النزاهة. نعم. مطلوب في 9 أو 10 قضايا بالضبط. نعم. 5 منها جنايات و4 جناح مثير في الإعلام بتم شمول القانون العفو، هو غير صحيح وغير دقيق، لأن هو موجود في الآن في السجن وعدة قضايا يعرض عليها أمام القضاء. بالتأكيد قانون العفو هذا قانون والكل ملزم بتطبيق القانون بما فيها هيئة النزاهة. بعد استرداد المدان عبد الفلاح السوداني الآن نعمل على استرداد تلك الأموال، ولدينا تنسيق عالي مع لبنان والمملكة المتحدة لاسترداد تلك الأموال. أما في موضوع شمول القانون العفو هذا قانون ويطبق على الجميع. أنا أرجو أن سامحني سيد محمد اللامي الوقت ضيق عندي، مدير دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، شكرا جزيلا لانضمامك ويانا، نتمنى تشرفنا في حلقات البرنامج القادمة، واتمنى لكم السلامة في ظل موجة التهديدات ومحاولات الاغتيالات. شكرا جزيلا لحضرتك. أمانة بغداد ضرائب جديدة عن خدمة التنظيف. إسالة ماء بغداد تقيم مهرجان الألوان في معدة العطشان.
أقرت أمانة بغداد خطة جديدة لاستحصال ضرائب إضافية من المواطنين عن خدمة النظافة التي تقدمها ملاكات الأمانة. وأعدت الأمانة جدولا بهذا الخصوص وبأرقام مرتفعة شملت فئات مختلفة من المحال التجارية والمطاعم والفنادق ومؤسسات أخرى. وهنا في الاستوديو حول هذا الملف السيد حكيم عبد الزهرة المتحدث باسم أمانة بغداد. سيد حكيم يا أهلا بك. شكرا لحضورك. أهلا وسهلا. الله بالخير. الله بالخير. تسعيرة جديدة وضريبة جديدة، أجور رفع النفايات حسب ما قلتوا بموجب القرار رقم 133 لسنة 96 وحطبقوه من بداية 2019. نعم. شنو هذا القرار؟ مين جبتوا هذا القرار حقيقة؟ احنا ما سامعين بيه. ايش ذكركم بيه؟ ايش فطنكم بيه؟ شكرا لكم. أولا هو ليس قرار جديد. أمانة بغداد تعمل وفق هذا القرار من يعني منذ سنوات طويلة. زين. بعدين ليست هناك يعني هي أوقفت العمل به على اعتبار أنه أنتم تريدون الآن تطبقوه ب 2019. لا, لا لا لا. حتى أوضح الفكرة. أمانة بغداد لم تأتي بجديد. وهذا الموضوع مطبق. يعني هاي المبالغ المالية نأخذها هي واقع الحال الآن. لكن بعض الفقرات ربما تم تشكيل لجان لزيارة الأماكن وتحديد إذا كانت بعض الفقرات غير مطبقة تم ذكرها. أما ما هي الفقرات ما مطبقة؟ يعني ما موجود بالقرار هو هذا القرار رقم 133 لسنة 1996 مو هالشكل؟ نعم. 175 ألف على الوزارات والجامعات والمعاهد شهريا طبعا، 150 ألف الدوائر والمديريات والمراكز الصحية ومحطات التعبئة ودور السينما، 300 ألف المستشفيات ومرائب النقل العام والمعامل الكبيرة، 50 ألف ساحات وقوف السيارات، صيدليات وإلى آخره. يعني أرقام هواية. حتى على باع السمك، على باع اللحوم، المطاعم الشعبية أكو 15 ألف، حتى أبو الباكي، حتى أبو الباكي هم من فرضين عليه 25 ألف، 35 لرياض الأطفال. صح. ما بخلين أحد بحاله. صح. أنا أسأل بال 96 أنتوا هذا القرار المفروض بال 96. نعم. أكو 300 ألف بال 96 وأكو 200 ألف بال 96. هذا أولا. هذا أولا. هذا صح. صح. حسب أيضا هذه المشارات ب 3000 شلون ناخذ من عندها هلقة؟ خب مو هيك. لحد أنتم ما معناته ما جاي يخلون على ما جاي يطبقون قرار أو رقم 133 لسنة 1996. لا هو القرار نفسه. القرار هاي تم زيادة الأرقام. نعم. أنا أقصد الزيادة هي ليست زيادة راح أصير على 2019. سؤالي يعني إجابة على سؤالك، يعني إحنا سألنا معظم هذه الأسعار إحنا بال 2018 مطبقين، بال 17 مطبقين. ما يخالف، بس هاي. نعم. الأسعار ما كانت، هاي الأرقام ما كانت موجودة بال 96. طبعا ما كانت موجودة. طبعا. طبعا. إذن أنتوا الآن جاي تطبقون فقرات رقم 133 لسنة 1996 مع رفع الأسعار ومع إضافات أخرى على اعتبار هنا 15 ألف على أجهزة محال أجهزة الموبايل. صح. ما عندنا موبايل بال 96. صح. لا توضيح الموضوع. أي. القرار موجود. زين. قرار. القرار يشمل معظم هذه الفئات، ربما بعض الفئات استجدت. لكن القرار أنه رفع النفايات. إحنا نقدر الموضوع، يعني أكو مكانات من خلال البلدية نعرف كمية الإفرازات ونعرف أوزان هذه النفايات. فعلى ضوء هذه الأوزان تتحدد الأسعار. طبعا السعر يصعد وينزل حسب وضع الاقتصادي للبلد. يعني قد لكن هاي الضريبة المفروض. نعم. تفرض إزاء خدمة مقدمة من قبل أمانة بغداد، الخدمة بالتحديد رفع النفايات. نظافة. أدفع حتى بالمقابل أشوف. صح. نظافة. صح. بالشارع، أمام محلي، أمام معملي، أمام المستشفى. صح. وين النظافة؟ ما أبخس حقكم، لكن بالفعل هناك قذارة، هناك قاذورات في الشوارع، هناك ساحات المفروض بالمخطط الرئيس للعاصمة هي حدائق صارت مكب مع النفايات. لاحظت بالموضوع التفاصيل المذكورة، احنا ما ذكرنا المنازل. يعني احنا هذا الموضوع ما ينطبق على المواطنين في المنازل، القائمة أصحاب المهن، أصحاب المحلات، أصحاب النشاطات. زين. فبالتالي هؤلاء يعني اكو بمطعم او بمطعم وين يودي النفايات مالته؟ مجبره مات بغداد ترفعها. فاحنا يوميا نرفع 7000 الى 8000 طن نفايات. هذه الاطنان النفايات لو يوم واحد امانه بغداد لم ترفعها لكانت كارثه في بغداد. ما خايفين من فساد اخر؟ يعني الان امانه بغداد سوت حمله قبل فتره على رفع التجاوزات. زين. تجاوزات بالشوارع العامه. نعم.
الغسل ممنوع بالشارع الآن. نعم. أكو واحد خليته صبه أمامه والثاني بعد مفتح. أجي أسئلة يقول لي دفعت فلوس، فرحان دفع فلوس 50 و30 ورقة. أبو مخضر صبه أمامه، الثاني دافع فلوس مفتح. فبالتالي ممكن هاي باب فساد آخر. لا، هو الحقيقة هذا الموضوع يفترض أن ينظر إليه أنه هذا جزء من الشفافية. شلون جزء من الشفافية؟ يعني الآن ربما البعض يقول أنه أمانة بغداد قد تكون الموضوع كيفي، لكن أنت لما تعرف الفندق أو المطعم عليه هالقد مبلغ مالي سنويا، يقدر بصك مصدق بصك يودي للأمانة وبالبلدية توصل له، وبالتالي الناس يقدرون يناقشون على ضوء هذه التسمية. أنا المخرج بإذن يقول لي اختم ختام، تعدينا على الوقت، لكن استميحكم بدقيقة واحدة وحاب أقدم لك هدية باسم فريق العمل. حياك الله. إيه، لتعاونك ويانا ولحضورك المستمر. شكرا للبرنامج. شكرا لك. بس قبل ما أقدم لك الهدية أريد أسألك على مي بغداد، إسالة بغداد، وخصوصا في جانب الرصافة. المي زين؟ لا مو زين. اي هسه جاوبك، هو المي مو زين، سيء، غير صالح للاستهلاك البشري، او على الاقل غير صالح للشرب. لا صالح، صالح للشرب. صالح، ولكن لا بس قول لي صالح للشرب. بس قول لي جاوبني، صالح للشرب. الماء من حيث البي كدره، نسبه الكدره عاليه، صالح للشرب هو. يعني اذا ممكن تهدئه المي، هو من حيث يعني ما في ميكروبات، ولكن نسبه الاطيان عاليه. بس انت ما سالتني ليش نسبه الاطيان. لا قبلها هو صالح للشرب ولا غير صالح؟ صالح لو مصالح، هسه هذا سؤال خاف اتحير به. هاي هديتنا مشروطه. اي ماكو مشكله انه تجربها. هذا المي من الرصافه، حليبي. اوقف بس لحظه قبل ما تشربها. حليبي، حليبي، هذا شنو هذا؟ ليش حليبي لونه؟ حبيبي. ليش هذا حليبي لونه؟ بس لحظه حبيبي، هسه انا اذا تتمرض شلون ابتدي؟ لا 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 اسمعني حبيبي، هذا السيد حكيم، هذا اللون حليبي. انت مو جاي تضرني؟ اكيد اكيد ما اضرك، بس انا اسال ليش تغيير باللون. حبيبي، كميه الاطيان الموجوده الانتيو يسمونها وحدة القياس، المفروض الموجودة بالمي مفروض 40، وصلت 1600، وصلت 2000، لأن الموارد المائية ضخت من الأحواض حتى تستعد للأمطار القادمة، فضخت بالأنهار طين، نسبة الأطيان عالية. إحنا قاعد هذه الأطيان قاعد نرسبها وقاعد نصفيها، ولكن أحيانا نضطر نغلق بسبب كثرة العطيان. فالمشكلة هذا مي الإسالة في من منطقة، من أحد مناطق الرصافة، يحتاج لبولش. لا لا يحتاج لبولش. هذا مو هذا مو لون مي يا أخوان. أنا مضطر أختف، أرجو أنه سامح. إيه بس لازم تعطي قضية، القضية خارجة عن الإرادة. لما أنت المي بألفين أنت سأل يعني نسبة، الموضوع مو تقصير. إحنا بكل وسائلنا هذا نسبة التعقيم، نسبة الكلور كافية به. أما تقول لي بنسبة أطيان أقول لك نعم بنسبة أطيان، فبس مو بميكروبات. إذا تمرضت علاجك علينا السيد حكيم عبدالله، المتحدث باسم أمانة بغداد. شكرا لحضورك. شكرا. نورتنا. وصلنا إلى الختام مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.